يا حبيبي وينك؟ لك نص ساعة جاي جاي، حرام عليك يا عجلاتي اللي كان اسمك بنشري. نص ساعة حرام يا أخي، السيارة منسمة الكفر والبنت جوا السيارة. دقيقتين يلا خلصنا، يلا تكفى. تخيل علي تغيب. عجيب والله يا بنت السعوديه، على بالك والله ما انت بسهله قاعد تستنى يجون يصلحون السياره وانا موجوده. عارف برستيجي ما يسمحني غير كفر. ايه برستيجك وانا برستيجي يخرب. الله يطول عمرك ويخليك. عموما لو سمحت بروح اغير ملابسي وارجع لك. اكيد اكيد. يلا عجلي بسرعه تاخرتي. الله يقطع بيوسف. ما قلت لي اي نوع صابون تحب تنغسل فيه؟ والله تحب تنغسل. اسكب. وش اللي مين اللي مر هذا؟ هلا بالشباب. هلا والله. هلا هلا والله. ايش قاعد تسوي؟ هلا والله. يلا عن اذنك عاد ابا يعني. ايش قاعد تسوي انت؟ بتكلم مع ثيابي. انا ما كنت اتوقع اني اسوي اشياء عمري ما كنت اسويها. والله كنا من اولها انت. هلا والله. هلا بالزين. وشلونك طال عمرك؟ دقيقه تحدي؟ والله ما انت بسهله يا بنت السعوديه ما شاء الله عليك. يا هلا والله. يعني جاهزه جنوبيه. هلا والله. الثانيه مبارك. الساعه مباركه. وعيد الاغنيه من البدايه وجاهزه. يلا جاهز. بسم الله طلقنا.